السلام عليكم ورحمة الله. رسالة اليوم لكل من يعمل لأجل هذا الوطن من مواطنين أو مقيمين مخلصين شرفاء، والله حاسين في معاناتكم، حاسين في الإرهاق الذهني والبدني وضغط العمل والجهود الوطنية الكبيرة اللي تبذلونها. في المقابل يأتي وتأتي بعض الحسابات الوهمية لتسيء إلى الجهود الكبيرة لتبذلها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، ويأتي البعض أيضا ليقلل من حجم هذه الجهود الوطنية لتبذلونها. وهني نقول لكم إخواني وخواتي، يعني لا تتأثرون ولا شعرة بما تسمعون، وهذا الأمر بالعكس يزيدكم إصرار وعزيمة وتحدي وروح وطنية لأجل هذا الوطن، ويكفيكم شرفا وفخرا وعزة وكرامة أنكم تعملون لأجل هذا الوطن. الوطن لليوم العالم بأسره ينظر إليه على أنه شامخ كالسماء، وأنتم من تزينون هذه السماء. ونتابع أخبار وزارة الصحة. اليوم أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عن شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، وارتفع بذلك عدد الحالات اللي تشافت في البلاد إلى 93 حالة. في المقابل تم تسجيل 62 حالة يعني مؤكدة، ووصل بذلك الإجمالي إلى 479 حالة. أيضا قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أنه تم تسجيل حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بمرض فيروس كورونا، وكان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام. أيضا في خبر آخر، سلمت وزارة الدفاع اللي تبذل جهود كبيرة لأجل هذا الوطن، سلمت وزارة الصحة الصالة رقم 5 في أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف لاستخدامها كمحجر صحي بسعة 259 غرفة بكامل مستلزماتها، في حين تباشر العمل لتجهيز الصالة رقم 6 لاستخدامها أيضا كمحاجر صحية. نتابع. سلمت وزارة الدفاع الصالة رقم 5 بأرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف لوزارة الصحة بشكل رسمي بهدف استخدامها كمحجر صحي، وذلك بعد انتهاء أعمال الإعداد والتجهيز لها وفقا لمتطلبات وشروط وزارة الصحة. أشكر أخوي وكيل وزارة الصحة على تواجده اليوم واستلام منا هذا المحجر حسب المواصفات، وأشكر جميع العاملين في هندسة المنشآت ب 72 ساعة إنجاز طبعا يعني يعجز اللسان في الشكر لهم، إنهم يعملون 24 ساعة ثلاث شفتات بالأمانة. المستفيد من هذه المحاجر الإخوان المقيمين من غير العوائل في حالة إقرار هذا الأمر لهم من قبل الفريق المعالج والمختص. وزارة الصحة أكدت بدورها أن العمل على تجهيز عدد من المحاجر الأخرى قائم ومستمر، لا سيما وأن الصالة رقم 5 بأرض المعارض تم تجهيزها في زمن قياسي لم يتجاوز الثلاثة أيام، وذلك بفضل الله عز وجل ثم بجهود العاملين بالوزارة الذين واصلوا الليل بالنهار لإنجاز دورهم على أكمل وجه. أيضا أعزائي المشاهدين، الجهود الكبيرة الحقيقة في دولتنا الحبيبة وزارة التجارة والصناعة الحقيقة مشكورين وبيض الله وجهكم على يعني جهدكم وعملكم ليل نهار لأجل هذا الوطن. وزارة التجارة والصناعة أصدرت اليوم السبت قرار يتم بموجبه اقتصار بيع منتجات سوق الفرضة على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط
لتفادي ازدحام الجمهور. أوضحت أيضا أن القرار جاء بناء على تعليمات وزارة الصحة بضرورة إغلاق سوق الفرضة للحد من تفشي فيروس كورونا. أكدت الوزارة أيضا أن القرار سيساهم في توفير أنواع الخضروات والفواكه في الجمعيات ومنافذ البيع بكميات كبيرة، وأشارت أيضا إلى أنه تم التنسيق مع شركة وافر وأيضا اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والاتحاد الكويتي للمزارعين والجهات الحكومية ذات الصلة في هذا الشأن. نتابع. أيضا أخواننا في وزارة الداخلية مشكورين، ويعني جهودهم مستمرة في ضبط المخالفين لقوانين الإقامة. اليوم غادرت البلاد صباح اليوم رحلة ثانية لمخالفي الإقامة من الجالية الفلبينية، وعددهم 328 راكب على متن شركة الخطوط الجوية الكويتية. وتأتي هذه الرحلة ضمن خطة تسهيل مغادرة مخالفي الإقامة للبلاد. نتابع. وصلنا إلى اليوم الثاني من الرحلات الخاصة في الجالية الفلبينية وفق قرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن تنظيم قواعد إخراج أخواننا الأجانب غير حاصلين على الإقامة أو ممن انتهت إقامتهم. بدأنا في الجالية الأولى، الجالية الفلبينية. يوم أمس كان غادرت أول رحلة من المخالفين والمخالفات، شملت تقريبا 300 شخص من المخالفين والمخالفات كرحلة أولى. واليوم مثل ما أنتم موجودين وأخواننا المشاهدين قاعد يشوفون هذه الرحلة الثانية، الرحلة أيضا تشمل 328 شخص، بالإضافة إلى راح تكون أيضا في رحلة أخرى ظهر يوم إن شاء الله السبت راح يكون أيضا تحمل 300. فإن شاء الله المجموع هذا يصل إلى ثاني يوم من انطلاق الرحلات للجالية الأولى تقريبا 900 شخص إلى 920 شخص خلال هذه الفترة. اليوم الحمد لله رب العالمين، وبفضل الله عز وجل الخير والأمن الغذائي متوفر، وأيضا يعني بكميات كبيرة تفوق احتياجات السوق المحلي. في كل يوم يجدد ويؤكد هذا الأمر القيادات والمسؤولين عن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية في البلد. نتابع هذا التقرير ونرجع لكم مرة ثانية. أعلنت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية عن وصول شحنة أغنام ثانية قادمة من جنوب أفريقيا، محملة ب 53 ألف رأس من الأغنام الحية، وذلك علمتني سفينتها المسيلة. هذه سفينة تحمل بما يقارب 53 ألف رأس، وهذا شيء أساسي يضاف إلى حكومتنا الرشيدة لتأمين الأمن الغذائي إلى دولة الكويت، بالإضافة إلى المجهود اللي قاعد يتم من قبل إخواننا في شركة المطاحن. بدورها أكدت الشركة الكويتية المتحدة للدواجن وفرة الأمن الغذائي بصورة تدعو للاطمئنان، مشيرة إلى زيادة قدرتها الإنتاجية بصورة تفوق احتياجات السوق المحلي. بالنسبة للمخزون الاستراتيجي احنا نتكلم عن 100,000 تقريبا ما بين المنتج المجمد والمنتج الحي اللي يروح للأسواق، بالإضافة إلى 2000 إلى 2500 إلى 3000 أحياناً في حال ترافق الإنتاج من عمليات البيض، وهذا يعطي رقم يعني ما شاء الله طيب، يكاد يصل بأرقام عالية تفي بمتطلبات السوق.
وهذا حالنا وحال كثير من الشركات المنتجة. ووسط هذه الأجواء التي تبعث على الاطمئنان بشأن وفرة المخزون الاستراتيجي الغذائي، يبقى الشعور بالمسؤولية المجتمعية المشتركة وحسن التدبير دون تبذير مطلب أساسي خلال هذه المرحلة الاستثنائية. لفيروس كورونا يعني أبعاد دينية تركت أثارها على المجتمعات، على الرغم من إغلاق المساجد والبقاء في المنازل لأجل دولة الكويت. ومن أبعاده الدينية والإنسانية ملحمة لتكاتف الشعب الكويتي، واللي تجلت الحقيقة في الحملات التطوعية الفردية أو الجماعية. نتابع هذا التقرير. الأوبئة والأمراض جند من جنود الرحمن، فقد ذكر في كتابه الحكيم: وما يعلم جنود ربك إلا هو، في سورة المدثر آية رقم 31. وتعد هذه الأوبئة في ظاهرها نقمة وفي طيها نعمة، فهي رسائل من الله عز وجل لعودة الإنسان إلى ربه ليسعد في الدنيا وفي الآخرة. وفي ظل هذه الظروف تتجلى أسمى صور التلاحم الوطني من خلال الحملات التطوعية الفردية كانت أم الجماعية لتخفيف معاناة المتضررين جراء هذا الوباء. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا شن عالي جيف قال إلا المصلين، فصاحب الصلاة عنده سكينة وعنده طمأنينة. الرسول عليه الصلاة والسلام بأدعيته المباركة يعني عالج هذه المسألة: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم. هذه سيء الأسقم، هذا دعاء يعني يحميك. وتتطلب هذه المرحلة الأخذ بأسباب الوقاية، وهي واجب شرعي في حق النفس والمجتمع. ومهما كانت الإجراءات الاحترازية ليست بالأمر السهل، خاصة فيما يخص إغلاق المساجد، إلا أن مسألة حفظ النفس تبقى على رأس المقاصد الأساسية التي جاءت بها الشريعة السمحة. وعلى الرغم من الخوف الذي اجتاح العالم جراء هذا الفيروس، إلا أنه ينبغي علينا التسليم بالقضاء والقدر، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فمهما اشتدت تداعيات هذه الأزمة إلا أنها ستنجلي حتما بإذن الله. حول هذا الموضوع ينضم إلينا داخل الاستديو ونتشرف فيه الشيخ أحمد قطان. يا هلا ويا مرحبا فيك. يا هلا بيك ويا مرحبا. نعم شيخ، يلا أخ عامر طول لي عمرك. احنا سعداء عامر، الله يطول لي عمرك. احنا سعداء اليوم الحقيقة بمقابلتك، وهذه يعني إضافة كبيرة لبرنامجنا لما تحمل من قلب مخلص وعقل كبير وشعور ديني ووطني لأجل هذا الوطن. سعداء فيك. مسرور بلقياكم. الله يحفظك. طال عمرك نبدأ اليوم طال عمرك، هذا الوباء هو جند من جنود الله. نعم. كيف ترى هذه القدرة الإلهية طال عمرك؟ حقيقة يعني أمر عجيب، يعني الأرض أرض الله والإنسان أفسد فيها كثير. نعم. قال الله سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم. ويقول سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نعم. أنزل الله هذا الفيروس، تعطلت المصانع، خف الدخان، ثاني أكسيد الكربون، انتعشت الأرض، صحت الأرض. الله أكبر. شوف، وفعلا يعني ما ننظر إلى الجانب السلبي. نعم. ننظر إلى الجانب الإيجابي. نعم. الأرض فعلا استصحت، تنفست. الله. نعم. وهو سبحانه اللي نزله واللي طلعه. نعم. واللي رفعه.
بإذن الله تعالى. اليوم طال عمرك يعني البعض يعني أول شيء نشيد في الناس اللي ملتزمين في البقاء في منازلهم ودورهم اليوم يعني لا يقل بطولة عن اللي في الخطوط الأمامية، لكن البعض ما يلتزم في البقاء في المنزل ويعني ما يلتزم أيضا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإذا سألت قال الحافظ الله سبحانه وتعالى، قل لنصيبكم إلا ما كتب الله لكم، شو تقول لهؤلاء طال عمرك؟ أنا أقول ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، اعقلها وتوكل. وتوكل، نعم نعم. وفي الحقيقة طاعة ولي الأمر واجبة، نعم. ولي أمرنا الشيخ صباح الله يحفظه، نعم، ما قصر، والدولة ما قصرت، وزارة الصحة ما قصرت، نعم. يعني حتى التأمين الغذائي وصل، شفنا يعني المطاحن والمخابز ما توقف لا ليل ولا نهار، نعم. فبقى دورك أنت الحقيقة، الزم بيتك، اقعد مع أهلك، نعم. تحمل شغب اليهال أفضل مما أنك تنحجب عنهم ولا تقدر توصلهم وأنت فيك المرض، نعم. لا تظن أن هذه بطولة ورجولة أنك أنت تطلع وتتحدى هذا الفيروس، نعم. لا، قد يأتي زمان عليك بسبب تحديك هذا ومخالفتك أنك أنت تشوف أمك ولا أبوك في الإنعاش ما تقدر تكلمهم إلا من وراء الزجاج. الله أكبر. نعم، ولهذا يجب الأخذ بالأسباب. نعم، أخذ بالأسباب، نعم صحيح، وأبذلها، نعم، وتجد الله سبحانه وتعالى هو اللي يحميك. نعم، أقول لهم استقروا في بيوتكم وخل الطلعة يعني لو بالأسبوع مرة، الحمد لله احنا بخير وبنعمل، الحمد لله. أما اللي تحدى ويحس بهذه الرجولة ويدور ويحوس وكذا، نعم. لا لا لا، الرجولة أن تبقى في البيت، نعم. في البيت، نعم. حسن شيخ، يعني اليوم الفيروس يعني أتاح لنا وقت كبير الحقيقة لإعادة التفكير وأيضا إعادة يعني حساباتنا وأوراقنا من جديد، يعني باعتقادك شلون نملأ هذا الفراغ وهذا الوقت؟ الحقيقة والله هذا فانا يعني أنا عندي في البيت، نعم، يعني أذن الله وقيم، نعم، وبعدين أقول صلوا في رحالكم، صلوا في بيوتكم، واجمع العيلة كلها وراي حتى الطفل الصغيرة، نعم. شرينا لها سيادة، شرينا لها ثوب، الله، ونعم، وقمنا نصلي صلاة الجماعة، نعم. وبعدين نفتح المصحف وأقرأ من المصحف، نعم. وبعدين نبدأ إحنا كعائلة كأسرة نعرف بعضنا، نعم، ونتشاوف، نعم، وعايشين حقيقة في البيت بسعادة، نعم. إحنا ما كنا الحقيقة نحس فيها يوم كنا كله برا بالدواوين ولا في البر ولا في الطلعات، الحين، نعم، فرصتك، نعم، تعطي المعاني الإيمانية، نعم، تذكرهم بالله، تنصحهم، توجههم، وإذا وصلت ها في وصلوا في بيوتكم، اللهم ردنا إلى بيوتك ولا تقطعنا عنها يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. والقضية جد مو هزل، نعم، يعني الحرمين الشريفين توقفوا بعد، نعم، في أعظم من هذا الشيء، نعم نعم. هذا يجرنا إلى سؤال أيضا، يعني بعد إقرار يعني إغلاق المساجد، يعني لا شك أن هذا الأمر ما هو سهل حقيقة على المسلمين سواء في الكويت أو يعني العالم الإسلامي أجمع، يعني شو تقول طال عمرك شيخ أحمد حق يعني كبار السن، حق جميع المصلين؟ نعم، أقول لهم الحقيقة التزموا بهذا القرار وامكثوا في بيوتكم، وتعرف أن صلاة الإنسان في بيته أجرها أجر فريضة، الله أكبر، شوف، وإن الله يكتب للعبد أجره يوم أن كان مستصح، فإذا ابتلى بمثل هذا البلاء يعطيه أجر الفريضة كاملة، الله أكبر، فهم؟ ما يضيع من أجرك شيء، الله أكبر، ألزم دارك، ألزم بيتك، وأجرك وافي، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله شدة وتزول، وإن شاء الله نصوم شهر رمضان، ونفرح إن شاء الله بالعيد، وربي على كل شيء قدير، توجهوا بالدعاء إلى الله، نعم، توجهوا. ولنا يعني في المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني خير قدوة، يعني الحجر الصحي اليوم هو يعني إعجاز علمي، صحيح، وسبقنا إليه رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. شن هي أبرز إيجابياته طال عمرك؟ أول الحجر. شيء الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا نزل الطاعون، نعم، في بلاد لا تخرجوا منها، شوف الحجر الصحي، نعم، ولا تدخلوا فيها. الله، هذا الحجر الصحي، الله أكبر. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الطاعون عمواس اللي صار للصحابة في الأردن، نعم، ما دخل، نعم، فقال له أبو عبيدة تفر من قضاء الله قدر الله؟ قال نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، نعم نعم صحيح. فجاء عبد الرحمن بن عوف قال إن رسول الله نهى
من أن ندخل عليهم واللي داخل ما يخرجون. فقال عمرو بن العاص ارفعوا الناس إلى الجبال تحت الشمس والهواء النقي يشفون، وفعلا رفعهم إلى الجبال في الشمس والهواء النقي شفي الناس ورفع الطعام. الله أكبر. طيب شيخ، يعني إحنا اليوم دائما نوصي الحقيقة ومن خلال برامجنا على يعني خاصة في ظل الأوضاع الراهنة على عدم التبذير ويعني الترشيد في نفس الوقت. يعني البعض للأسف الشديد اليوم يعني صار فيه نوع من الهلع ويعني وقام يعني يكدس من هالأغراض وبالجمعيات وكذا، وما عاد فيه يعني غابت يعني حتى يعني ثقافة شراء السلع بما يؤثر أيضا على حصة الآخرين. شو تقول طال عمرك في هالجانب؟ أقول الإيثار ثم الإيثار. نعم. ثم الإيثار. نعم. يا أخي تعرف أنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. هو يطوف حول البيت شي يقول اللهم قني شح نفسي. نعم. قالوا له ما عندك غير هالدعاء؟ قال نعم، لأن الله يقول في القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه. نعم. نعم. فأولئك هم المفلحون. نعم. بس أنت حقك والناس لا. نعم. لا يا حبيبي، أخذ حاجتك ترى. نعم. رزقك يجيك لو أنت مكانك. الله. بما لا يؤثر أيضا على حصة الآخرين. طبعا. هذا راح يؤثر أيضا على يعني كمية الإنتاج اليومية، وهذا أيضا يؤثر على المخزون الغذائي. نعم. نعم. طال عمرك اليوم يعني ما شاء الله الكويت يعني جبلت على مكارم الأخلاق وعلى الفزعات وعلى التكاتف والتعاضد. نعم. خاصة في ظل الأزمات اليوم. نعم. نشوف ما شاء الله يعني الفرق التطوعية سواء كانت جماعية أو فردية. نعم. شو تقول لهم طال عمرك؟ والله أنا أقول لهم جزاكم الله خير، يعني والله أنا شفت بنات الصباح يخدمون الناس. الله أكبر. وعبير أختها. نعم. يخدمون الناس. نعم. شوف الأسرة الحاكمة، ولهذا الشعب الكويتي يعني أنت شعب الفزعة. الله أكبر. الفزعة يا أخي وصلت 9 ملايين في يوم واحد. يوم واحد. سبحان الله. الله أكبر. الله. وأهل الكويت ترى أهل فزعة من زمان. الله. إيه مو من الحين. والغزو خير شاهد. نعم. أوه. نعم. شيء عجيب. نعم. ولهذا نقول لكم جزاكم الله خير. نعم. يا أهل الكويت. يا أهل الفزعة. نعم. اثبتوا على ما أنتوا عليه وشدة وتزول إن شاء الله. إن شاء الله، الله. ترى الرسول علمنا عليه الصلاة والسلام أدعية. نعم. تنجينا. نعم. من هذه الأمور. نعم. نعم. الأدعية يقول اللهم أني أعوذ بك من. نعم. البرص والجنون والجذام. نعم. ومن سيء الأسقام. الله أكبر. اللهم أني أعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء. اللهم أني أعوذ بك من منكرات الأهواء والأدواء يا رحمن. نعم. تعرف. نعم. المعوذتين؟ الله. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قال ما تعوذ بمثلهما. يا أخي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، انتهت. نعم. القضية. الله أكبر. هذا فيروس اللي خلقه يحميك. نعم. نعم. شيخ طال عمرك يعني الأزمات يعني تستخرج ما في جعبة الإنسان من عناصر إيجابية ومعادن، يعني تحدثنا عن هالجانب الإيجابيات اللي في الإنسان. نعم. الحقيقة الإنسان. نعم. كما قال عليه الصلاة والسلام الناس معادن. نعم. كمعادن الذهب. نعم. والفضة. نعم. فأنت كن ذهب في. نعم. معدنك. نعم. مد إيدك، ساعد الآخرين. نعم. انقل هؤلاء المحتاجين، وصل لهم. الله أكبر. أهل الكويت والله إن تذكر إحنا كيف كان الشباب يشيلون تكرم النفايات ويجمعونها ويحرقونها. نعم. تطوع الشباب في كل. نعم. مكان. نعم. وفعلاً هم ثروة الأمة. الله أمان. شبابها هم ثروة الأمة. طيب الشيخ أحمد القطان، حقيقة إحنا ننتهز فرصة وجودك اليوم، يعني واشتهر عنك الدعاء اليوم لي يعني أهل الكويت، الدعاء لهذه السفينة اللي يقودها صاحب السمو عسى الله يحفظه، ولمن يركب هذه السفينة من مواطنين ومقيمين. نعم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. نعم. وصفاتك العلى. نعم. ووحدانيتك. نعم. وقدرتك على كل شيء. اللهم أن تقود سفينة الكويت. نعم. يقودها ربانها. نعم. سمو أمير البلاد. نعم. الشيخ صباح حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية، وولي عهده الأمين الشيخ نواف، وفيها الشعب الكويتي إلى ساحل الأمان. يا رب وصلهم إلى ساحل الأمان، سلمهم وسلم منهم، واحفظهم واحفظ بهم يا رب العالمين. ادفع عنا وعنهم وعن المسلمين وعن البشرية كلها هذا الداء وهذا الوباء. وأني أوصيكم الحقيقة أن تقرأوا آخر آيتين من سورة البقرة في الليل والنهار، فإنها كفتاه 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 كما قال عليه الصلاة والسلام.
الله يحفظكم يا أهل الكويت، الله يحفظكم يا أمة محمد، الله يحفظكم يا بشرية البشر، فإن هذا الدعاء مطلق المكان، مطلق الزمان، مطلق البشر. جزاك الله خير، اللهم آمين، اللهم آمين. شكرا شيخ أحمد القطان على هذه الكلمات اللي تخرج من القلب إلى القلب، ويعني وجودك يعني إضافة كبيرة، ونحتاج أيضا إلى وجودك في جميع برامج الكويت لما تحمل من أمل وطمأنينة. إن شاء الله ودي أقبل رأسك، بس يعني تعرف الظروف وصل يا حبيبي، لكن إن شاء الله خير. أوعدك قبلة، لكن بعد ما ترجع الكويت إن شاء الله واحد أمن وأمان، وتكون إن شاء الله الظروف مهيئة إن شاء الله. هذا الدعاء الخاص يا عامر، الله يجزاك خير، وللشعب والأمة والحكومة الله يجزاك خير. أقول قد علمنا مجيئكم ففرشنا مهجة القلب مع سواد العيون، نعم، وبسطنا خدودنا للقاكم ليكون المسير فوق الجفون. أحسن شيخ أحمد القطان، جزاك الله خير، الله وكل الله الشكر والتقدير لشخصك الكريم. شكرا لك طال عمرك. الله يسلمك. جهود مميزة تقوم فيها يعني وزارة الأشغال العامة لإصلاح الطرق الرئيسية في البلد بمتابعة ميدانية ومباشرة من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس. نتابع هذا التقرير مع الزميل فريد دشتي. مساكم الله بالخير ويا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام. نحن حاليا في الدائر الخامس مقابل جنوب السره، والسره ايضا قاعد نشوف ما شاء الله الجنود المجهولين في وزاره الاشغال ايش قاعد يسوون في ظل هذه الظروف الراهنه. قواهم الله. اليوم إن شاء الله عندنا قشط حق الطبقة الثانية من الأسفلت تعبانة شوي، راح نقشط بطول 1000 متر ويتم معالجتها. وطبعا أمس اشتغلنا الطبقة هذه هم كانت تعبانة معالجة، وباكر إن شاء الله تنصب الطبقة الأخيرة اللي هي الطبقة الثالثة، وبطول بعرض الثلاث حافات بطول تقريبا 1.5 كيلو. عندنا صيانة الدائر الخامس إن شاء الله. اليوم عندنا موقعين، الموقع الأول راح يكون فيه معالجة حق الطبقة الثانية بطول 1.5 كيلو تقريبا في عرض 3 حافات، والموقع الثاني إن شاء الله راح يكون عندنا فرش الطبقة الثالثة اللي هي الطبقة الأخيرة عند تقاطع فحيحيل مع الدائب الخامس. مشاهدينا الكرام، هكذا هم جنود هذا الوطن في وزارة الأشغال، الله يعطيهم العافية، وهذه الهقوة وهذا العشم في عيال الكويت. مهندسي وزارة الأشغال في ظل هذه الظروف الراهنة تراهم على قدم وساق في شوارع الكويت، والله يوفقهم. مو ناسينكم حملة أطلقتها جمعية المحامين، يقودها شباب وبنات الكويت، بهدف شحن وتوصيل المستلزمات الوقائية من الأهالي إلى أبنائهم الطلبة حول العالم، نظرا للظروف طبعا اللي تمر فيها الدول من تفشي فيروس كورونا. نتابع. لما الكويت تحتاج كلنا بنكون خط الدفاع الأول، هكذا هم الكويتيون أصحاب فزعة، فعندما تنادي الكويت فإن الكل يلبي النداء. وعلى نهج إخوانهم وأخواتهم أطلقت جمعية المحامين الكويتية مبادرة سند الإنسانية التطوعية تحت اسم مناسينكم، تتمثل بخدمة الطلبة الدارسين في الخارج في مختلف دول العالم. في البال دايماً، ومناسينكم ليست مجرد كلمة، ففي ظل عدم توفر أدوات الوقاية لطلبتنا في الدول الدارسين فيها جاءت فكرة توصيل السلة الوقائية والمتضمنة كمامات وقفازات ومعقمات لباب المنزل،
كما تم فتح الباب لأقارب الطلبة الراغبين في توصيل مواد لأبنائهم في الخارج، في خطوة عززت روح المسؤولية. توصل السلة الوقائية هذه، يبون أهاليهم يبون الأدوات أو المواد، وإحنا نأخذها نستلمها منهم في صندوق مع شركة شحن مشكورة توصلها لباب بيتهم. الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نادت بها وزارة الصحة التزمت بها جمعية المحامين والقائمين عليها، فقد تم تعقيم المكان وجميع الطلبات المراد إرسالها، بالإضافة إلى لبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات. هذا المكان كله معقم، طبعا احنا نعقمها لما الناس تطلع ولما الناس تدش، يعني قبل لا تدخل لازم يتعقم المكان كله. الفريق لازم يكون كل واحد ما بينه متر كامل لابس الجلافز، الكمامات تكون موجودة، احتياطات واجبة، لازم يكون سائل الكحول موجود على كل عملية فرز أو أنه يستقبل أحد، لازم اللي يكون عملية الكحول موجودة لازم يعقم نفسه كامل. خطوة وثقت روح التعاون بين أفراد المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وكما تعودنا أبناء الكويت دائما في خدمة. هذا الوقت سيمضي وسنفرح بإذن الله تعالى، فقط اخذوا بالأسباب وتوكلوا على الحي القيوم الذي لا ينام. إلى اللقاء.